بتعمل ايه يا بابا؟ بحضر لك الشنطة بتاعتك يا حبيبتي. ليه؟ احنا رايحين فين يا بابا؟ هوديكي مكان امان ليكي يا حبيبتي. انت عارفة انا مريض ومامتك ماتت، فلازم حد ياخد باله منك. بس انا مش عايزة اسيبك يا بابا. معلش يا حبيبتي، المكان اللي هتروحيه احسن من هنا، على الاقل هتعرفي تاكلي وتلبسي كويس. خليكي هنا يا حبيبتي، ما تتحركيش من مكانك. بابا بابا، واقفة كده ليه يا حبيبتي؟ بابا سابني ومشي، مش عارفة يرجع لي تاني ولا لا. ما تخافيش يا حبيبتي، هاتي شنطتك وتعالي ورايا. انتي اسمك ايه يا حبيبتي؟ انا اسمي ملك. الله، اسم جميل. ومامتك فين يا ملك؟ مامتي ماتت من سنتين، وبابا فقير وتعبان. ما تقلقيش يا حبيبتي، هاخد بالي منك وهتبقي مبسوطة هنا. انت جديدة هنا؟ ايوه، ده اول يوم ليا. على فكره انا هضربك لما نطلع بره. ليه كده؟ انت شكلك شرير. هو كده اي حد جديد لازم اضربه. يلا يا ولاد علشان تفطروا. انا لازم امشي من المكان ده، انا مش حابه اعيش هنا. أرجوكوا أي حد يساعدني، أنا عايزة فلوس أو أكل، أنا جعانة جدا. بتعملي إيه هنا؟ مستنية أي حد يديني فلوس عشان جعانة قوي. وريني أنت جمعتي قد إيه؟ إيه ده؟ جنيه بس؟ أنت شكلك جديدة في الموضوع ده. أرجوك رجعلي الجنيه، أنا محتاجاه. خلاص، الجنيه ده بقى بتاعي علشان أنت بتشحتي في المنطقة بتاعتي. أرجوك رجعهولي، أنا مش معايا غيره. في ايه؟ ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ مالكيش دعوة انت بالموضوع ده. مالكش دعوة بيها، البنت دي تبعي. يلا تعالي معايا. انا متشكرة، بس انت ساعدتيني ليه؟ انا ما بحبش اشوف حد بيفتري على حد. انا كنت زي كده بالظبط، وما كنتش بحب حد يعاملني وحش. قوليلي بقى اسمك ايه؟ انا اسمي ملك، وانتي اسمك ايه؟ وانا اسمي ندى. خدي العيش ده، اكيد انت جعانه. انا متشكره قوي، انا كنت جعانه فعلا. لو سمحت ممكن تساعدنا؟ احنا ما جمعناش غير 5 جنيه، هنعمل ايه بيهم؟ ما تقلقيش، هنجمع فلوس وهناكل. طيب وهننام فين؟ ما تقلقيش، اي مكان فاضي هننام فيه. كان نفسي يبقى عندي عيلة عشان ما افكرش في الحاجات دي. وانا كمان بفكر زيك، بس ده نصيبنا. وبعدين انا وانتي دلوقتي بقينا عيلة، يعني مش عايزاكي تزعلي خالص. طيب انا بطني وجعاني قوي ونفسي اكل اي حاجة. استني، في راجل طيب بيبيع اكل ورانا، هروح اشوف هيرضى يدينا اكل ولا لا. عمو سمير، ما عندكش اي اكل زياده؟ اتفضلي، ده سندوتش جبنه. انا متشكره قوي يا عمو سمير، انت دايما طيب معايا. مش قلتلك عمو سمير ده طيب؟ خدي السندوتش. انا متشكرة قوي يا ندى، انتي كل مرة تنكزيني. انا عايزاكي تفضلي هنا دلوقتي، وانا هروح ادور على مكان احسن من ده، يكون في ناس اكتر، يمكن نعرف نجمع فلوس. ماشي، بس ما تتأخريش عليا. حاضر، ما تلاقيش. انا بعد الاكل بطني بقت وجعاني اكتر، انا لازم اروح المستشفى القريبة، يمكن يساعدوني. لو سمحت يا دكتور، انا بطني وجعاني قوي.
معاكي فلوس للكشف ولا لا؟ بصراحة أنا فقيرة ومش معايا أي فلوس. لا كده شوفي مكان تاني تتعالجي فيه، أو تجيبي فلوس وإحنا نعالجك هنا في المستشفى، ده نظام المستشفى وما أقدرش أغيره. ماشي أنا متشكرة يا دكتور. في إيه يا دكتور؟ البنت دي عايزة تتعالج ومش معاها فلوس. قولي لي يا حبيبتي أنت كويسة؟ لا مش كويسة، أنا بطني وجعاني قوي. لو سمحت يا دكتور عالجها والفلوس اللي أنت عايزها هدفعها لك. هو حضرتك تعرفها؟ لا معرفهاش، أنا كنت بزور حد قريبي هنا. ماشي أنا هشوف البنت مالها والفلوس هتبقى عليك أنت. أنا متشكرة قوي إن حضرتك ساعدتني. مفيش مشكلة، إن شاء الله الدكتور هيطمنا دلوقتي. قوليلي أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي ملك. ما تقلقيش أنا هفضل جنبك لحد ما تبقي كويسة. نتيجة التحاليل ظهرت. طمنا يا دكتور هي كويسة؟ عندها شوية جراثيم في المعدة وده بسبب الأكل اللي مش نضيف، هنديلها شوية علاج بسيط وهتبقى كويسة. شكرا قوي يا دكتور، احنا هنخليها هنا لحد ما نطمن عليها. ماشي زي ما تحب، مدام كده كده انت اللي هتدفع. سمعت يا ملك؟ الحمد لله انت كويسة ومفيش حاجة. الحمد لله، انا كنت خايفة قوي. ما تخافيش، طول ما انا جنبك انا مش عايزك تقلقي من اي حاجة. بس انا لازم اخرج دلوقتي حالا، صاحبتي ندى اكيد قلقانه عليا، هي عايشه معايا في الشارع وهي ما تعرفش دلوقتي اللي انا في المستشفى. واضح ان انتي بتحبيها قوي. طبعا بحبها، دي اكتر واحده ساعدتني في حياتي من ساعه اما انا بقيت في الشارع وهي بتساعدني. وانتي مالكيش عيله خالص؟ انا ماما ماتت من سنتين وبابا سابني في دار رعايه، معرفش طريقه خالص، وندى بقت هي عيلتي الوحيده. ما تقلقيش، اول ما تخفي نطلع ندور عليها، انتوا الاتنين تستحقوا حياة افضل من اللي انتوا كنتوا عايشينها. اهم حاجة دلوقتي خدي بالك من صحتك. انا متشكرة قوي انك ساعدتني في الثلاث ايام اللي فاتوا. ده واجب عليا، تحبي اوديكي فين؟ ارجوك وصلني لصاحبتي ندى. حاضر عرفيني الطريق. ايوة امشي على طول. خشي مين اللي جاي؟ ايوه صاحبتي اهي. ازيك يا ندى؟ بقى كده يا ملك، انا زعلانه منك، انا قلت سبتيني ومشيتي. لا انا كنت تعبانه في المستشفى وعمو الطيب ده هو اللي ساعدني. ازيك يا ندى؟ اهلا، ازيك يا عمو؟ انا عايزه اقول لكم حاجه يا بنات. خير يا عمو؟ انا عايز اغير لكم حياتكم من دلوقتي، بدل ما انتوا عايشين في الشارع كده انا ممكن اخدكم عندي في البيت. انا ومراتي مش بنخلف فهناخد بالنا منكم. بجد احسن يوم في حياتنا، اخيرا هيبقى عندنا بيت وحد ياخد باله مننا. طيب يلا تعالوا معايا. اهلا بيكم في بيتكم الجديد. انا مش مصدقه، انا عمري ما شفت بيت زي ده. بيت ايه ده؟ قصر؟ حد يرسني، انا اكيد بحلم. لا دي حقيقه، يلا تعالوا معايا. ازيك يا رانيا؟ شوفي مين معايا. كويس ان انت جبت اتنين يشتغلوا في البيت، انا مش لاقيه حد خالص. انتي بتقولي ايه؟ دول مش جايين يشتغلوا عندنا، ملك وندى هيعيشوا معانا من النهارده. هيعيشوا معانا؟ انا هعتبرك بتهزر. يا بنات دي رانيا مراتي. شكرا انك وافقتي نعيش معاكو. بس يا بنت انا موافقتش ولا حاجه. خلاص بقى يا رانيا انا هوريهم البيت، يلا تعالوا معايا يا بنات. دي هتبقى اوضتك يا ندى، تعالي معايا يا ملك. السرير حلو قوي. ودي اوضتك يا ملك، انا اخترت لك الاوضه الكبيره. الله شكرا قوي يا عمو. انا هسيبكم ترتاحوا شويه، لو عاوزتي حاجه عرفيني. الله شكلكم بقى جميل يا بنات. شكرا يا عمو على كل حاجه حلوه عملتها معانا. يلا عشان تتغدوا، انتوا اكيد جعانين.
شكرا يا عمو فريد، الاكل حلو قوي. طبعا اكيد حلو، تلاقيكي عمرك ما اكلتي لحمه. رانيا ملهوش لازمه الكلام ده. حاضر، مع اني بقول الحقيقه. صباح الخير يا ندى. صباح الخير يا ملك، نمتي كويس؟ أيوة أنا نمت كويس جدا، السرير جميل. وانتي عرفتي تنامي كويس؟ أيوة طبعا، وحلمت أحلام سعيدة. أنا حاسة اللي احنا عايشين في حلم. طيب هنعمل ايه النهاردة؟ معرفش، بس تعالي ننزل عشان ناكل. صباح الخير يا عمو. صباح الخير يا عمو. صباح الخير يا بنات، نمتوا كويس؟ ايوه نمنا كويس جدا. ماشي افطروا براحتكم وانا هنزل اروح الشغل. خلاص اللي بيدلعكم مشي، وقت الاكل خلص. ندى عايزاك تنظفي المطبخ، وانت يا ملك عايزاك تنظفي بره البيت. بس عمو فريد قال اللي احنا نروح مدرسه. احنا ممكن نعمل الحاجات اللي انت عايزاها بعد المدرسه. لا مش لازم مدرسة النهاردة، هتعملوا اللي انا بقولكم عليه. يلا اتحركوا حالا. يلا يا بنت خلصي بسرعة. حاضر. وانت يا بنت خلصي انت كمان بسرعة. حاضر. انا هوريكم دول بيحسبوا حياتهم هتبقى سهله في البيت ده، يانا يا هم في البيت ده. ازيكم يا بنات، ايه اخبار اول يوم في المدرسه؟ البنات ما رضيوش يروحوا المدرسه النهارده، صمموا ينظفوا البيت الاول وهيروحوا من بكره. الكلام ده صح يا بنات؟ ايوه ايوه صح، احنا رفضنا نروح المدرسه. ايوه يا عمو قلنا ننظف البيت الاول. مش عايز الموضوع ده يتكرر تاني، المدرسه دي اهم حاجه في حياتكو، من بكره هتروحوا المدرسه ومفيش اعذار. حاضر يا عمو. انا مش مصدق يا بنات ان انتوا اتخرجتوا وجه الوقت تفرحوا بالنجاح بتاعكو. شكرا قوي يا عمو فريد، لولا حضرتك ما كناش وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. مبروك يا بنات. الله يبارك فيكي، انتوا قدامكم مستقبل كبير، اوعوا تتغيروا وخليكوا طيبين زي ما انتوا. حاضر يا عمو، عمرنا ما هنتغير. يلا عشان نحتفل بالتخرج بتاعكو. انا عايز اقول لكم يا بنات ان انتوا عايشتوني احسن 10 سنين في حياتي. واحنا كمان عشنا احسن 10 سنين في حياتنا. انا كمان اعمل لكم مفاجأة حلوة قوي. ايه هي المفاجأة يا عمو؟ انا هخليكم تشتغلوا في مصنع الملابس بتاعي. ايه ده، انا بدير المصنع ده، شوف لهم اي حاجة تانية. لا هم بيفهموا في اللبس جدا، انا عارفة انا بفكر ازاي. شكرا قوي يا عمو، ان شاء الله الشركة تكبر معنا اكتر واكتر. بس دول مش ولادنا علشان نعمل معاهم كده، دول بنات انتوا جايبهم من الشارع. انت ازاي تقولي كده، دول زي بناتي بالظبط. على العموم براحتك، بس افتكر اللي انا قلتلك بلاش. ايوه براحتي طبعا، دي فلوسي وانا حر فيها. وهنا يبقى مكان شغلكو. الله المصنع حلو قوي وفي لبس كتير. عايزكم من دلوقتي تفكروا في لبس الشتاء اللي جاي، عايزين نعمل موديلات جديده. انا متحمسه قوي. الموضوع محتاج شغل كتير وتركيز، احنا لازم نفضل دايما الاول في السوق. تعالوا بقى اوريكم مكتب رانيا. اهلا اهلا، انت اديتهم فكرة عن المصنع؟ ايوه طبعا عرفتهم كل حاجة فيه، هما مستعدين دلوقتي يبدأوا الشغل. اتمنى، انا عارفة ان الموضوع هيبقى صعب عليهم. متقلقيش انا واثق فيهم. اوه دماغي. ايه ده مالك يا عمو فريد؟ صداع بس جامد قوي المره دي. انت بيجيلك الفتره اللي فاتت صداع كتير جدا، احنا لازم نروح للدكتور. انا هتصل بالاسعاف حالا.
طمنا يا دكتور على عم فريد. احنا عملنا له تحاليل واشعاعات وهتبان كمان شوية. ان شاء الله يطلع صداع بس ما يكونش فيه حاجة وحشة. طمني يا دكتور التحاليل فيها ايه؟ للأسف لقينا ورم على المخ وهو ده اللي بيسبب لك الصداع دايما. ورم؟ الموضوع خطر؟ ايوة جدا، ولازم نبدأ العلاج دلوقتي، لو اتأخرنا عن كده الورم ممكن يكبر اكتر. ارجوك يا دكتور ما تقولش لاي حد على الموضوع ده، عرفهم انه مجرد صداع بس. حاضر، مش هعرف اي حد خالص. ربنا يطمن عليك يا عم فريد. مش قلتلكو الموضوع بسيط، هو شوية صداع بس. بجد؟ طب الحمد لله، والدكتور كتبلك اي علاج؟ حاجات بسيطة، اهم حاجة اني ارتاح بس. يلا عشان نرجع البيت. مساء الخير يا فندم، انا جيت زي ما حضرتك طلبت مني. كويس انك جيتي، انا عايز اطلب منك طلب وتعملي بسرعة. تحت امرك يا فندم. انا عايزك تكتبي الشركة والمصنع باسم ندى وملك، وما تنسيش الفلوس كمان. ليه يا فندم، هو في حاجة ولا ايه؟ نفذي اللي انا بقولك عليه بالظبط. طيب ومدام رانيا مش هتكتب لها حاجة؟ لا، هي كده كده معاها فلوس كتير جدا، لكن ندى وملك لسه في بداية حياتهم. حاضر يا فندم، انا هبدأ في الاوراق حالا بعد اذنك. ازيك يا عمو، انا حضرت لك اكل جميل. انا متشكر قوي ملك. حضرتك لازم تهتم بصحتك الفترة الجاية. ما تقلقيش عليا، انا كويس الحمد لله. ماشي، لما تخلص اكل انا هجيب لك العلاج بتاعك. اوه دماغي، حد يلحقني. في ايه يا عمو فريد مالك؟ انا تعبان جدا، لازم اروح المستشفى حالا. هطلب لك الاسعاف. طمنا عليك يا عمو فريد، الدكتور مش راضي يقول لنا مالك. انا اللي كنت قايله ما يقولش لحد، بس دلوقتي انا لازم اعرفكو، انا عندي ورم على المخ ومش عارف فاضل لي وقت قد ايه في الحياه. ليه ما قلتلناش قبل كده يا عمو فريد؟ ما كنتش عايزكوا تقلقوا ولا تخافوا، بس دلوقتي عايزكوا تعرفوا ان انا سبتلكوا كل املاكي، يعني المصنع والبيت بقى بتاعكوا. بس احنا مش عايزين اي حاجة، احنا عايزينك تبقى كويس. ايوة احنا مش هنعرف نعيش من غيرك. ان شاء الله هنلاقي حل وهتبقى كويس. المهم دلوقتي انا عايزكوا تحافظوا على الشركة والمصنع، انتوا زي ولادي ولازم تحافظوا على اسم الشركة. ايه ده فريد مالك؟ قالولي ان انت تعبان. ايوة تعبان، وتقريبا في ايام الاخيرة. انا عايز اعرفك، انا كتبت المصنع والشركة باسم دادا وملك. انت اكيد بتهزر، طب وانا ما سبتليش حاجة ليه؟ انت معاكي فلوس كتيرة جدا تقضيكي بقية حياتك، لكن دول لسه قدامهم مستقبل كبير. صدقني القرار ده غلط وكلكم هتندموا عليه. عايزكم تاخدوا بالكم يا بنات، رانيا ممكن تبوظ لكم كل حاجة. ما تقلقش يا عمو فريد، هناخد بالنا كويس. انا متشكر يا بنات على كل اللي انتوا بتعملوه معايا، انتوا بتساعدوني دلوقتي في كل حاجة انا بعملها. انا مش عارفة اتخيل لو كنت تعبان وانتوا مش موجودين. احنا بنحاول نردلك ولو جزء بسيط من اللي انت عملته معانا. ايوة احنا من غيرك كان زماننا لسه في الشارع دلوقتي. المهم طمنوني، المصنع والشركة اخبارهم ايه؟ كل حاجة ماشية زي ما انت عايز بالظبط. طب يلا عشان ما تتأخروش على الشغل بتاعكو. ملك في لبس كتير مختفي، ممكن تشوفيه في المخزن؟ حاضر هروح اشوفه حالا. اهلا اهلا، عامله لي نفسك بتشتغلي؟ طبعا. انت ما تستحقيش المكان اللي انت فيه ده. مش مهم، عمو فريد كتب لنا كل حاجة، انت بس متضايقة علشان ما كتبلكيش المصنع. بيتهيألك، بس ده فترة بسيطة وكل حاجة هترجع لي تاني. انا مش عارفة انت ليه بتكرهينا من اول يوم شفتنا فيه، مع اننا ما ضايقناكيش في اي حاجة. علشان انتوا خدتوا مكان مش مكانكم اصلا، انتوا مكانكم في الشارع زي ما كنتوا موجودين. انا لحد دلوقتي بحاول اكون كويسة معاكي، بس ما تخلينيش اقولك كلام مش كويس. براحتك، بس هتتعاقبي على اللي انت بتعمليه ده. في ايه يا ندى؟ كانت عايزاكي في ايه؟
سيبك منها، دي متضايقة عشان خدنا مكانها في الشركة. قوليلي أهم حاجة، لقيتي اللبس المضايع؟ لا ما لقيتهوش خالص. أنا متأكدة إن هي اللي ورا الموضوع ده علشان عاوزانا نفشل. إحنا لازم نراجع كل الورق اللي موجود في المكتب بتاعها. ماشي، أول ما تمشي نبدأ نراجعه. يا نهار أبيض، دي طلعت بتسرق من الشركة فلوس كتير جدا. وهنعمل إيه دلوقتي؟ إحنا لازم نبلغ المحامية، الست دي لازم تدخل السجن. عندك حق، بس لازم نبلغ عمو فريد الأول. ايه ده، انتوا بتعملوا ايه في المكتب بتاعي؟ انت ايه اللي رجعك تاني؟ مش كنت مشيتي؟ نسيت الموبايل بتاعي وكنت جايه اخده. قولولي بتعملوا ايه هنا؟ احنا عرفنا كل حاجه وعرفنا السرقه اللي انت بتعمليها في الشركه. ايوه، علشان كده عمو فريد ما سيبلكيش اي فلوس، اكيد كان عارف اللي انت بتسرقيه. وانتوا بتحسبوا بقى انتوا الاتنين هتقدروا توقفوني؟ الشركه دي انا اللي كبرتها واعمل فيها اللي انا عايزاه، واحنا مش هنسمح لك تضيع اللي عمو فريد تعب فيه. ماشي، هتشوفوا اللي هيحصل لكم. احنا لازم نعرف عمو فريد بسرعه، انا هكلمه حالا. ايوه يا عمو فريد، احنا عايزين نتكلم معاك. ايه ده، انت تعبان؟ هنجيلك حالا. عمو فريد، احنا ممكن نشوف طريقه نخليك تسافر تتعالج بره. لا خلاص، مفيش امل. انا اخر حاجه عايزه اقولها لكم ان انا بحبكم قوي. عمو فريد. الله يرحمك يا عمو فريد. اهم حاجه نعمل بوصيته علشان يبقى فخور بينا. لازم نفضل نحب بعض ونكبر الشركه بتاعته. انا مش متخيله هنعيش حياتنا ازاي من غيره. طبعا فرحانين علشان خدتوا كله فلوسه. لا طبعا مش فرحانين، الفلوس مش كل حاجة. انا مش فاضية للكلام بتاعكو ده، خدوا الورقة دي، انا عايزاكو تمطوا عليها حالا. ايه ده، الورقة دي فيها ايه؟ عايزاكو تتنازلوا على كل حاجة فريد كتبها لكو. استحالة، مش هيحصل. يبقى هتموتوا معاه. الحمد لله انك جيت في الوقت المناسب. ما تقلقوش، هتدخل السجن مش هتخرج منه تاني. كويس يا ندى انك بلغت البوليس. انا بلغتهم علشان السرقة، بس دي كانت عايزة تقتلنا كمان. الحمد لله اللي احنا بخير. سلام يا عمو فريد، هنجيلك تاني وكل مرة هنقولك اخبار كويسة.